واستكمالا لسلسله الاخبار الحلوه اللي دايما بيفرحنا من خلالها النادي الاهلي من خلال فرقه الرياضيه المختلفه، عايزين نعرفكم انه تاهل الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي طبعا بقياده الاسباني اوجستي بوش الى الدور نصف النهائي للدوري الافريقي لكره السله بال في نسخته الثالثه المقامه في رواندا طبعا تحت رعايه ام بي اي. تغلب الاهلي على فريق رجاء الرواندي بنتيجه 84-77 في الدور ربع النهائي ليتاهل للدور نصف النهائي. هيلعب الاهلي في الدور نصف النهائي ان شاء الله مع فريق استاد مالي يوم الاربعاء الجاي، واكيد برضه هتكون مباراه قويه. كلام محترم جدا.